يصلح حالك يا عدوي. يا عدوي بارك لنا فيك. عدوي عدوي عدوي، فيش عدوي، عدوي كذب، عدوي اوهام. اوهام ازاي بس جنابك؟ ده انا بقول لجنابك انه هاجم عليهم وخد كل الهدايا. البصاصين تبعنا قالوا كده. انا اشك فيك انت عزام، تسرق هدايا مجوهرات سمينة وعايز تلزقها في واحد افريت اسمه عدوي. انا معالي الباشا. افريت عزام، افريت. لا يا معالي الباشا، عزام بريء الحمد لله، وشهد شاهد من اهلها. مين دي رستم بك؟ حورية هانم يا خورشيد باشا، هدية سليمان بيك لجنابك. قولي يا هانم، أرجوك اتكلمي، قولي شفتي إيه؟ أمان، أمان ربي، سليمان بيك بيفهم في الجمال تمام، جمال عظيم، جمال فتان، شو جزال، شو جزال. قول، قول حورية هانم، قول. أنا شفت العدوي يا باشا واتكلمت معاه، شكله وحش قوي، أسود وأقرع وسنانه كلها مدغدغ وعنده كرش كبير. ما تخافيش، ما تخافيش روحية، روحية هانم، ما تخافيش روحية، حورية، حورية هانم، ما تخافيش، ما تخافيش. أنا ابعت جيب ولد خرسيس كلب، كلب اسمه عدوي، يركع تحت رجلين جمال عظيم، عظيم. رستم بيك، أوامر جنابك. تفتيش في كل حتة في الدايرة، اجمع كل واحد بكرش كبير أسود، ها أكرع، حتى لو البلد كله. إفيد، إفيد جنابك. عظيم، جمال عظيم، حورية هانم. Thank you.
يا حرام، انجي هانم ونظم هانم صعبانين قوي عليا. بصراحة أنا لو كنت منهم كنت انتحرت. البنت تجنن، هي دي المغزية الجديدة. ما تخافيش حورية، ما تخافيش، محدش يقدر يلمسك وأنا جنبك. حورية الكلب الترسيس عدوي ده أنا أجيبه من تحت الأرض. يا ريت. مضروب مكسور يركع تحت رجليك يا حورية. حورية حبيبي أنا عامل الحفلة دي عشانك. حورية أنت كل حاجة في السرايا دي. حورية أنا بحبك. حورية أنت هنا. حورية علشان أنا أعيش. حورية حبيبي، حورية حبيبي حبيبي. عيش يا باشا، عيش وتهنى. وانا اتخلقت في الدنيا دي غير عشان انت وامثالك تعيشوا وتفرفشوا، وانا اتذلل تحت ايد نسوانكم وجواريكم. ملعون ابو جمالك يا حورية، ملعون ابو الجمال المر اللي مسح بيك تراب الحرام لك والسرايات. ملعونة من يومك يا حورية، ومكتوب عليكي تتاكلي تحت اسنان الرمم ويتداس عليكي من كل غريب. خلصني بقى يا رب، ارحمني وخلصني بقى. اها قلت اكمل. كيف ده خرسيس؟ انت انت مين؟ لسانك جوا خشمك يا باشا. الصوت العالي بيزعل، وهو اصلا ما طايقكش. زعل مين؟ فين هرس السرايا؟ هرس السرايا يا باشا، ما اسمعش صوتك واصل. وبعدين اللي يقدر على الوحش لازم ينادم عليه، مش يفتح صدره على الغلابه. ها؟ ويعمل ايه؟ ياكل حقهم. أنا العدوي واقف قدامك، وريني همتك. هتعمل إيه؟ عدوي؟ 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 عدوي حورية وصفته بأنه أكره وأسود وعنده كرش كبير. أنت مش عدوي. حورية، اسمك حورية ست الناس. أيوه. وعليك وعلى حلاوتك. وأنت شفتني أنت؟ داري حريمك يا باشا، يعني الحريم يطلعوا فوق والطرابيش يقعدوا تحت. يلا هون نزلي، هون نزلي هانم. خدي حريم. حورية اطلعي فوق، ما تخافيش. حورية بقول لك يا حشاد. عمر يا كبير. بيقول لك الراجل ده مد يده على الرجال.
بتشوفها كبير. جي وقت الحساب ولا ايه؟ تأخر الحساب عليها كبير. بوح تأخر عليه كيف؟ مديت يدك على الرجالة ولا لا؟ مدها كبير. مدها يعني الشركسي جاي على أرضي ومد يده على رجالتي؟ مدها ولا لا حشان؟ مدها كبير. نعملوا فيه؟ أقول لك نعملوا فيه. كل راجل هنتو للفلاحين هياخد قراط أرض منك. قراط؟ قليل يا كبير. تقول قراطين؟ نخليهم قراطين. عدل ربنا. عدل ربنا. مدام عدل ربنا يبقوا قراطين. وفوق القراطين يا طربوش ديون كل فلاح حتسقط كلها. وبيدك الكريمة حتبصم. يبصم يا كبير. عالدفتر ضاع واللي حتبصم. وربنا حقولها لك النوبة الجاية لو مديت يدك على أي راجل أو أي مرة من حريمنا وربنا لا تفنك هناك حي وامر رجالك.